قرر لأن لا ينعدلوا هاي اللي عانى من أجل أن هذا البنزين كانت عليه هذه الإعفاء الضريبي وزمات عليه قال ما ينعكس على الصين التقليدي بأي أعباء مهما كانت. والمرسوم خاض اليوم ولاهي إن شاء الله ينقبل قرار مشترك بين وزير المالية وزير الصين الصيبة اللي ينفذ بها واللي تعود اللجنة الشارفة عليه فيها جميع الاتحاديات والناس الناشطة في القطاع. وهم الحمد لله عاكفين للغرق لا يسمح بتأمين تزويدهم وتأمين المدينة